سعيد والله ان انا موجود النهارده في وسط اصدقائي وبالذات مع الاستاذ وائل عبد الله صديقي وحبيبي وعشره العمر، وبحييهم على تجديد السينما وبحييهم على المخاطره في تجديد السينما في وقت صعب جدا، وعلى الفيلم طبعا الف مبروك. وعايز احيي صديقي وحبيبي كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيوم فؤاد كلهم اصدقائي وحبايبي فنانين كبار. طبعا طبعا تطمنا عن صحه الزعيم دلوقتي. والله انا بتسال السؤال ده كتير يعني. لا الحمد لله تمام ربنا يخليك. لا مفيش، هو الحمد لله كويس، هو بيأجز بقى دلوقتي. طب هيرجع يمثل تاني ولا بيفكر الفتره يرجع يمثل تاني دي؟ اه طبعا طبعا طبعا، بس الفكره كلها انه الفتره اللي فاتت فتره صعبه جدا بالنسبه لنا، فتره الكورونا، فاكيد اي حد النهارده بيحسب حسابات كتيره قبل ما يشتغل في الكورونا، فان شاء الله باذن الله السنه الجايه. حضرتك بتحضر لنا ايه الفتره اللي جايه؟ انا على مستوى الشخصي بحضر فيلم ان شاء الله باذن الله. لا مش هقول دلوقتي، هتعرفوا بعد. بتفكر تعمل حاجه تاني مع الزعيم؟ يا ريت طبعا، اتمنى، ده شرف كبير جدا ليا. شكرا.